حياكم الله أعزائي المشاهدين الكرام، مشاهدي قناة الطليعة الفضائية ومتابعي برنامج فجر الأبوذية. كما عودناكم أحبتنا نسولف لكم قصة من موروث أهلنا. اليوم قصتنا من قضاء النصر، تحديدا سيد عبد الواحد آل بوهلالة الله يرحمه، من وجهاء قضاء النصر وعائلته مكانة اجتماعية عالية جدا. فسيد عبد الواحد آل بوهلالة حبلة واحدة حب فطومة، فوالده الله يرحمه قال له جاي تسوي انه يعني بعاداتنا وتقاليدنا ما يصير، فراح اوديك للحوزه، اوديك للمدرسه العلميه، اوديك للنجف، ابعدك عن هذا المكان على مود انه هذا جاي يسوي مو صح. فودوا عبد الواحد آل بوهلالة ودوه للنجف. دخل اول يوم، دخل ثاني يوم، ثالث يوم، الاستاذ انطاهم درس فقالهم باشر تجون، انه كاتبين علي بحث بعده بالمقدمات، فباشر تجيبون فد بحث على هذا الموضوع. اجوا ثاني يوم، فقامت الطلاب، قام الطالب الاول قال انا هيك كاتب، والثاني هيك كاتب، والثالث قال له سيد عبد الواحد ايش كتبيت من بحيث، ايش حضريت؟ قال له والله يا استاذ انا ما اريد اقرا الكتابته. قال له ليش؟ قال له خاف يزعل. فقال له سولفنا، قال له اذا اسولف انه على مسؤوليتي اني، قال له سولفنا على مسؤوليتك. فقال سيد عبد الواحد بيت أبوذية قدام الطلاب او قدام الاستاذ، فقال زلازل برق فطوم وحيلها تمر والبال يا عظامه، زلازل برق فطوم حيلها تمر والبال يعظامه، حيلها بشرع لا تحج مكة، بشرع لا تحي مكة، حيلها التمندل بالشواتل والشطية. فقال للأستاذ الله يكون بعونك. أحبتي المشاهدين، هكذا تعالج الأبوذية وهكذا تحكي الأبوذية مشاعر الآخرين. اليوم ضيف هنا يكتب بهذا اللون الجميل، هكذا يعالج المشاعر بالأبوذية للمشاهدين الكرام، نجم من نجوم العراق، الشاعر الكبير كريم الحاتم. حياك الله سيدنا، حياك الله وكثير الهلا بيك وشرفتنا بيك أكثر، الله يعزك. طبعا جدا سعيد اليوم بتواجدي وياك، سعيد بشوفتك، الله يحفظك، سعيد بشوفت الكادر اخوان الله يحفظهم جميعا. صراحة برنامج فجر الأبوذية هو سلط الأضواء على لون مهم من موروث العراق وحسجة العراق وملوحة العراق، دائما تلقاها بهذا اللون، لأن هذا اللون من أقدم الألوان اللي انكتبت بالعراق. اليوم الحسجة والملوحة كل هنا وياك يا الله يعزك ويسلمك، وياك بالفقرة الأولى ونسمع منك أبوذيات، وهي تعتبر تحدي أو منافسة للضيف اللي بعده. بخدمتك بعد روح، الله يحفظك ويعزك. الله يحفظك. فأقول يا زيه بدمع لكن عيايز عيوني وكل شي لبروحي، عيايز القلب يزو هموم أمسن، عيايز غزلن وبرمن ومسديات بي، الله الله الله، وحق الصور تب القلب ناحيت، وحق الصور تب القلب ناحيت، أنا مناح الليالي وياي سمعت وعن زليخش كثر ناحت، سمعت وعن زليخش كثر ناحت، بكثر وانها اول القطع بي، واقول وحق القاليب اليوم لجمال ادورنك مثل فقاع لجمال، رحيلك خلى بالدلال لجمال، دواها انت وضعت من بين يدي، الله الله، بردت وقلوبنا والى ابو مهدي المهندس، احسنت، بردت وقلوبنا فراقك يا حرها وصفت غربانها تزامط، الله، بردت وقلوبنا فراقك يا حرها وصفت غربانها تزامط يا حرها، القبل لو شافتك طبت يا حرها طلعت وانا لها ضمط بج علي، الله 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 الله، حواسي من الفرح امست مرز ماي، الله، حواسي من الفرح امست مرز ماي، ورزم من الحزن شايل
مرزماي. أنا لحطيت لعيون مرزماي الجفن بس مايك الضدم علي. الله الله عليك. الله بهجر بتشو دليل ما بتشول برمح ويوه تضحك. بكيت وصرت شن ما بتشول الطيور الضامية تحول علي. يا من نسج العناك بناس جونا شفت جو غير وادم ناس جونا رحت وش كثر عقبك ناس جونا لكن ظلت وحشتك ذيك هي الوديت يدور لا جناس رجع مجدر وماضن لا جناس أنا اللا من جثثهم لا جن... الله أنا اللا من جثثهم لا جناس بنهر واثنين هن ضاعا علي وفرح تانيني الله اكبر لك مولاي الله يعزك الله يحفظك الوديته يدور لا جناس رجع مجدر وماضن الله يرحم اخيك الله يرحم والديك الوديته يدور لا جناس رجع مجدر وماضن جناس. انا اللا من جثثهم لا جناس بنهر واثنين هن ضاعا علي ليالي الفرح وقت مو محلها بحزن وديار روضي يقل اضحك وقل مو محلها قبل كانت الضحكة تلوق لي وحق القالي يبن لك الماء وحق القالي يبن لك الماء القلب بس انت يا ابن امي لو ان ند الكليم الله لكلمه وقلت نشد اخوي بيانوي سلامتك سيدنا الله يحفظك الله اكبر الله يعزك الله يرحم خيك الله يرحم والديك مولاي الله يديمك الله يعزك الله عليك يا ابو فرح كريم الحاتمي بعد عين سعيد هذا القلم تفضل جات فضلك الله يحفظك منين اسحب هذا القلم اسحبه نعم والله اسحبه من كل انسان يكون متملق وسحبه من كل انسان ما يحترم رساله الشعر وما يحترم اهداف الشعر الشعبي زين سلامتك للمتملقين والما يحترمون اهدافهم بعد صراحه هو الشعر من اساس الشعر الشعبي او من اساس الادب بصوره عامه الادب دائما شو يكون يكون هو هدفه إيصال رسالة سامية للمجتمع فإذا كانت رسالة الشخص الأدبية رسالة هي تشوه هذا الأدب وهي ما محترمة هذا الأدب بالأبوذية من السحبة بالأبوذية؟ نعم للمتصنعين أكو متصنعين بالأبوذية؟ إيه شلون مصنعين؟ شوف صراحة يعني أكو فترة أنا من النوع اللي أسمع دائما نعم أنت سميع جيد صراحة أنا أعتبر روحي ذائقة قبل أن أعتبر روحي شاعر وذائقة خطرة الله يعزك الله يسلمك شهادة مولاي الله شوف الدخلاء على المفردات مو على الشعر هم شعراء لكن دخلاء على المفردات كمثال يعني هو إنسان انولد بالمدينة بالولاية زين يعني النوق وال 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 والثعنون وهذن المفردات هذن مو إلى ما يعرفهن أصلا الشواتي ذني جاي يوظفهن ها ومن تسأل عنهن هو ما يعرف شنها معناهن وهن وين يصيره خذهن ها خذهن من كريم لا لا مو أخذهن لا لا العفو مو اخذهن لا لا بس انا من كريم انا مو خلاهن ببيت ايوه انا ضد استخدام اي مفرده من قبل اي شاعر نعم ها مفرده ما يعرف معناها بصوره صحيحه ولا يعرف لفظها بصوره صحيحه ولا يعرف وين يوظفها فخطا استخدامها عنده لطيف فدائما تنشز اللي هي مو مفردته ويضيفها ما راح يخليها مكانها الصح لطيف ابسط مثال القواطي يقدر واحد يوظفها بقصيدة أو يوظفها ببيت أبوذية عريان السيد خلف الناس تغيرت والدنيا تغيرت والناس ما هالناس رضاعت قواطي وخيبوا ظني التوظيف الصح للمفردة ها كلش ضروري أنا أشوف اليوم المفردات الحسكة اللي يتناقلونها شيابنا اللي ربط عليها الناس بديرتها ببيئتها من طبيعتها مفرداتها الطبيعية وجاي تستخدمها أكو غيرهم يستخدمها بس ما يستخدمها بالصورة الصحيحة أساءوا للون
مو أساءوا للون، أساءوا لأنفسهم، ومن أساء لنفسه أساء لشعر. أحسنت. أسمع منك أبو ذيات، وأريد أبو ذيات بالطور النحبة الجنوبي. أقرأ لك قصة. أي قصة ذولة طبعا. عفوا تستاهل. الله يسلمك. والله تستاهل. فأنا اللي بجيبك بجيبي. فدوا راح. الله يسلمك. الله يحفظك. الله يسلمك. قصة ذولة أولاد اثنين أخوان سكنت مدينة الغراف. زين. زهير ورشيد. زين. يداومون عسكريين اثنينهم، واحد يداوم بتكريت واحد يداوم بالموصل. زهير يداوم بالموصل ورشيد يداوم بتكريت. قبل لا يلتحقون دار بياناتهم زعل والتحقوا وهم ما يتحاشون. فدارت الأحداث مال 2014 وهم بالدوام. زهير رجع لهله، نشهد عنه أخوه، قالوا له عوده أخوك انفقد بسبايكار. الله يشهد، قبل شهرين اتصل علي الولد زهير قال أنا هاي القضية المعاناة اللي أعانى من عتها وأريدك تجسد لي إياها، فكتبت أبذيات. إيش قلت؟ بلسان زهير ورشيد يرد علي أخوه الشهيد، ألف رحمة على أرواح شهداء العراق كافة وأشهداء مذهب أمير المؤمنين. ألف رحمة على الأرواح. حسنت. فأقول قلت له يخاطب أخوه يقول له إلك مدي الضلعي. إلك مدي يا 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 خويا إلك مديت ضلع وانتراضى بجد مهتم وقتلك وانتراضى خويا ترد خنا ترد خنا نتصالح ترد خنا نتصالح وانتراضى من هد ما رحت ويعة موت بي يقل لأخويا والندارين والندارين وحق اللي رضى عنا يا يا رضى عنا يا وحق اللي رضى عنا والندارين ليالي الفرح خلصا والندارين خويا طلعت مدار طلعت مدار وحدة طلعت مدار وحدة والندارين والندارين لوياكم قضت وانتهت هي يقل لأخويا در أمك يريدك رد لدارك الرضعت وشف هذا رد لدارك يا غالي يا غالي كافي يا غالي كاف غربة كاف غربة رد لدارك صفت من غيبتك وحش علي يقل لأخويا مثل اللم هو بيده صف الماي شمنا وشن لم يوسف صف الماي أما تدري أما تدري على ابن أمك أما تدري على ابن أمك أما تدري أخويا ما تدري على ابن أمك صف الماي بنهر دجلة ولا ظل ثر لي يقل لأخويا لحد لحد هسه لحد هسه يا غايب ترجم الماي ترد بس ناعزي انا بترجم ألمي لحد هسه لحد هسه يا غايب ترجم الماي ترد بس ناعزي انا ترجم الماي يا لاهي يا رب جفوف ترضى جفوف ترضى يا لاه جفوف ترضى ترجم الماي الخذ ابن امه قبل عطش رقيه هذا الذي دار من حوار بين الاخوين سلامتكم ودموعك غاليه مولاي الله يعزك ويسلمك الله يديمك الله يحفظك الحمد لله على كل حال دمعتك غاليه مولاي بعد عين الله يحفظك العفو في دوار روح استريح 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 يا بعد راس استريح يا زينة شكر لله سيدنا الله يحفظك ويسلمك احنا هاي جروح العراق وهاي جروحنا صراحة يعني نحمد الله ونشكره على كل حال الله يكون لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا يسمح لنا الأستاذ المخرج أنه ناخذ فاصل
فاصل عليكم عسى. حياكم الله أعزائي المشاهدين الكرام، عدنا إليكم مع المبدع جدا وصاحب الجرح العميق جدا. الله يسلمك مولاي، الله يعزك، الله يديمك، الله يحفظك، الله يرضى عليك. قبل الفاصل أخذتنا بجو خاص حزين وشجن، الحمد لله. هو هذا جرح العراق وجرح مذهبنا، أنا ما أحس بجرح العراق. الله يحفظك. مجرة سبايكر هي جرح العراقيين جميعا وجرح مذهب أمير المؤمنين عليه السلام. الحمد لله والشكر، رحم الله الشهداء، الله يرحم شهداء العراق وشهداء أمير المؤمنين. أبو فرح، ما يعيني مولاي، الله يحفظك. خل نطلع من هذا الجو، والمشاهد اللي حق علينا هم نطلع من الجو. صح، خلج روحنا بداخلنا مرات. و أبو فرح، لك من الحب ما لك، وعليك من التقييد ما عليك. سيد، صراحة يعني هذا سؤال يعاني من عندك الشاعر، بس أريدها بصراحة، صراحة يعني. أي نوباتك إنسان تنفرض عليه ظروف، لطيف، ممكن بيهتم الجانب، نعم، لكن ما يهتم للجانب الآخر، لطيف، وبسبب الظروف والكل حادثة حديث، وتدري أنت حتى الله سبحانه عز وجل، نعم، ها أطى أمور هواية للإنسان كمثال يعني، نعم، لا على المريض حرج، لا على الأعمى حرج، لا على هواية أمور، ها، فهنا الله سبحانه عز وجل طلع الإنسان الطاء أمور. فالدين هو دين المعاملة، أنا تعاملني بحسن نية ومحبة، واجبي أنا عاملك بمحبة وبحسن نية، لطيف، ها، لكن تعاملني على قولة الله يرحم حسن ضيغم، يقول زين ويا صيرانا معازين، ها، وخبيث ويا الخبيث وزغل بي. اي فصراحة يعني، ها، تعرف اللي بداخل اللي اريد اقوله مو اكيد، بس التقييد الانسان واجب كل انسان ان يتقيد. تقدر تترجم لي القسم الاول من السؤال ابو ذياس؟ الحب، اي اكيد، رغم انه انا صراحة يعني أكو أبيات ما أكتبهن لنفسي، للجمهور، للناس، أحاول قدر الإمكان أنه أوصف معاناة فئة معينة من المجتمع. خلنا نسمع. إيه، نعم، قلت لك ما أسولف عن نفسي أنا شخصياً، أسولف عن المجتمع. أقول يا من صوبت قلبي بالأحضان، اللي يذوق شفايفك تدري بالأحضان، تعالوا خلنا ومنك بلحظان، وعلي تكسب ثوابش كثر بي. الأمور طيبة وفرح. كنت أزهي وداعك برد خني، هدم ليه وشفوفك برد خني، إش يضر فدوة بغرفتك برد خني، الشمس حصت وذرت انتفع بي. الله الله، إش يضر؟ إيه، إش يضر فدوة بغرفتك برد خني، الشمس حصت وذرت انتفع بي. الله أكبر. يقلبنا مثل بدو لقهوال، وقت وانا الخشم قوة لقهوال. الله، يقلبنا مثل بدو لقهوال، وقت وانا الخشم قوة لقهوال. يا هنيال البعد غيبة لقهوان، دعت لما ودعاها من قبل هي. يا سلام، رعيد وبرق ينعد دولة بتهم، وعشقتها وموش هينا دولة بتهم. هلي بحبها يا لاه دولة بتهم، المشخ الطاب رد معكوش لي، وحق الهزة الظالم خطبها، الوقت ما خطوة لعدله. خطبها أحبها وراح ابن عمها، خطبها ونهيتها وصاحت الوادم علي. الله عليك. الله، تذكر من قبل كنا صباحل زين، تذكر من قبل كنا صباحل، سوى والدمع بغيابك صباحل، صباحل ما أشوف أنك صباحل، كدر والنايبة تغبش علي. تذكر من قبل كنا صباحل، سوى والدمع بغيابك صباحل، صباحل ما أشوف أنك صباحل، كدر والنايبة تغبش علي. بدليل الشوق، بدليل الشوق كان بيدر فداوي، بدليل الشوق كان بيدر
فداوي ورضيت اشتغل عد اهلك. فداوي الله بدليل الشوق. ابو فرح خليني اسالك سالفه. اي هذا حكي مال بدو. اي هي هاي مفرداتنا. اي بس يا ريت انه تكمل هاي الابو ذي. انا اسال الباقيات. سهل ممتنع عند الجمهور وجميل جدا، بس انا مال فداوي اريد توضحها للجمهور. انا واضح واضح. اي بدليل الشوق كان بيدر فداوي ورضيت اشتغل عد اهلك. فداوي فداوي اريد ان دارن طولك فداوي يا من طولك صدق لايق علي. الله 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 عليك مولاي الله يحفظك. سنه الحسره بوسط قلب وحلت لك يا مجفي جفوفي كم عجده. حلت لك شنه القعده يا مغيره حلت لك نسيت ايامه واجلنك بديه. اذكرك قبل عينك ما لقيت ليش عجب شاب الملاقه. لقيت لي وعلى هالمره كلش ما لقيت لي احس متغير طباعك علي. الله اكبر. اذكرك قبل عينك ما لقيت ليش عجب شاب الملاقه. ما لقيت لي وعلى هالمره كلش ما لقيت لي احس متغير طباعك علي. الوقت مو بس لتحني لا تحبني بحجر لا تحرمين. هي عليك ظلت لا تحبني وعلى عيزاد كاف تعيل بي. هي عليك ظلت هي عليك ظلت لا تحبني وعلى عيزاد كاف تعيل بي. ارتجز للنايبات بهضم ورماح رمح وانا بدليل عليك. أنا بساحة حرب بسيوف ورماح فهيت بصورتك واغدروا بي. سلامتك سيدي. لا يا ابو فرح حفظك ويعز. لا لا كيف تتعامل مع الأبوذية؟ هل تتعامل مع مفهوم العام أم لك مفهوم خاص؟ سيد صراحة يعني كل إنسان يكتب بروحه. زين ترى الشاعر على قولة أكو بيت هيك يمكن العباس العبادي شاعر القامة الكبيرة من ذي قار. تحياتنا للشاعر المبدع عباس العبادي. يقول الشاعر من اللي يكتب بروحين مو شاعر. ها فحالات الإنسان يكتب بروحيته يكتب بمفردته اللي هي عنده بداخله. ترى المفردات الشاعر هن أدواته للكتابة. فأدوات الشاعر مفرداته. هاي المفردات إذا راح يدور على غير مفردات صح دور على مفردة ودور على معلومة وحاول توظفها إلك. لأن الشاعر الشعر بنيان. كل ما تكثر مفرداتك وتكثر معلوماتك يكون بنيانك جيد. أبو فرح اليوم أكو أسماء مهمة وشعراء كان يكتب بلون ووصل للناس ووصل للجمهور ووصل للإعلام وهاي التفاصيل فكان يكتب بلون رجع قام يكتب بغير لون. ليش يا كريم تكتب على غير اللون؟ تجين تكتب قبل شيء جميل شيء تقبل النخبة وشيء تقبل الناس. إيش قال؟ قال والله أنا هسه أكتب بس للجمهور. يجين قبل ما تكتب للجمهور لا أكو لا شوف أكو فكر فكر الشاعر. أنا وين سؤال هنا أنا صوت بالجمهور لو بالشاعر؟ لا أنا بالنسبة لي لا صوت لا بالجمهور ولا بالشاعر. زين خلنا نعطيك القضية. الجمهور أصناف. والشعراء كذلك أصناف. لطيف. لأن هو شاعر من الجمهور. فالصنف اللي يكتب به الشاعر شاعر واجب أن يطي الناس كل من حقه. خوش. كل من حصته. ليش؟ ليش؟ لأن يريد الجميع يسمعه. لطيف. أنا ما أرتكز لي على فئة معينة وأبقى بس عليها. لطيف. هذا شيء خطأ. أنا أريد أوصل لكل أصناف وأطياف المجتمع. لطيف. أكتب النبطي أحاول أستقطب اللي يسمع النبطي. أكتب الدارمي أحاول أستقطب اللي يسمع الدارمي. أكتب الأبوذية بس ها شروط أن يكون صح. أن يكون صح. هسه مو بشرط انه بقوة الناس اللي لونهم مثلا الاختصاص اللي اختصاص دارمة واختصاص الأبوذية واختصاص لطيف. بس شيء مقبول شيء ما ينحسب معيب. احسنت. ها؟ عطي ليش اكتب لكل الأصناف ولكل الناس
بس شرط بصفه محترمه وكتابه محترم. وي هاي الامور انا وي هاي الامور واعطيك مثال وبالذهب اللي هو صايغ مال الذهب تروح له تلقى عنده الذهب البرازيلي والذهب الشامي هاي ب 2000 دينار وهذيك ب 1500 وتلقى عنده النحاس ب 500 وتلقى عنده قلاده ب 500000. اريد قلايد من كريم الحاتمي واريد ذهب 24. الله يعزك ويسلمك الله يدينك ويحفظك خدمتك سيدنا خدمتك سيدنا حكي كله ذهب واغلى الله يعزك بعد. الله يسلمك اذا كان الذهب الى قيمه يا ابو فرح انت الذهب يا مولاي انت كلامك لا يقيم بالذهب. الله يعزك الله يسلمك. نعم هالمره انتقال الى الاصدقاء. اي والله سولف عليهم. انا طبعا صدقاني صراحه اي شرواك الله يحفظك شكرا لك. خيار الناس والنعم طيبين لكن حرم. لكن قلت لك الشاعر لسان المجتمع مو لسان نفسه فرح. هو انت حر الله يعزك لذلك اصدقائك يكونون احرار. الله يسلمك ويديمك النعم منك. اقول خسرت كل الحصته وتشليته الفرح مر على راسي تشليته خسرت كل الحصته وتشليته الفرح مر على راسي صديقي بذن دي وتشليت أمس خبزة عيالي وخان بي الله جروح شرد خلص كان شبرتان أنا مباري كان بروحي صديقي من طحت عني شبرتان بخلب القولة تصم الله علي أترجموا لي ترجم ما ترجام صلبوا الشافني عدني ما ترجام يا لاه طيور بابي لك ما ترجام بكثر ما لسن ربع رجمت بي سواد قلوب هواصل إلهي أترجم أترجم ولي ترجم ما ترجام صلبوا الشافني عدني يا لاه طيور بابي لك ما ترجام بكثر ما لسن ربع رجمت بي سواد قلوب هواصل لسنها سواد قلوب هواصل لسن هالخلق وسيوف المعاتب انا قاعد يمك خلنا نلحق عليك فدوا اروح لك مولاي سواد قلوب هواصل لسن هالخلق وسيوف المعاتب لسنها وادم بايكه وحدت لسنها بقفاي المشكله يطعنون بي وحق الزلي خير جمال الوقت من حدا بعمري يرجماله الأخو قام من أخيه يرجماله من أهدها وقلت خربان الخوية الله الله الله, الله, الله الحزن شي كامن بقلب شيالع لروح وغاب عن حملي شياله اختلف من دون خلق الله شيال المصيبة تايها تحول علي حنين وروح صحرة والبلا وبيها وقصر جدمي والبلاوي سيد انا جوي عدبيت والبلاوي يدقن بابنا ينشدن علي ويلاه وحق جروح البروح لذنها سوالف بالصلاة حالف لذنها بظهرها ولوح الواصل لذنها ركست وعنانها مجلب بدي الله وحق جابت امه وحق اليابتة أمه بلايب الوقت اليابتة والله مو جابتة شي كاتبها بالموبايل وحق اليابتة أمه بلايب الوقت ما ياب لفرحة بلايب نويت البس لدش داشة بلايب وعرف المصلحة يماشون بي الله الله جف الله الله فدو أروح لك مولاي وحق اليابتة أمه بلايب الوقت ما ياب لفرحة بلايب نويت بس لدش داشة بلايب وعرف المصلحة يماشون بي يا سلام جف دمعه بعد دم تلا جف الدنيا سلاح بصدري كشيخ قامت أولاده تلاجف بفراضة ونكت هدم المار بي فدوا أروح لك مولاي خدمتك بعد الله أكبر جف المفروض هيك أبيات أنه آخذ فاصل وأرجع الله يعزك فدوا أروح لك والله حتى أدري ليش على مود اقوم على حيل واصيح الله على راسي سيدنا الله يحفظك ويسلمك على هذا التوقيت الله يشهد شهاده جدا ممنوع يشهد الله لا الله مجامله ولا الله يعزك الله يسلمك الله يشهد ورسوله جملتنا الله يحفظك الله يسلمك اسمع سيدنا. جف دمعه بعد دم تلا جف الدنيا سلاح بصدري تلا جف
كشيخ وقامت لاده تلاجف وفراضه ونكت هدمه المارضيه. الرفاقه شي وفا وياي معاناه المجتمع، الرفاقه شي وفا وياي شيخان شي هزراسه للمعروف. المصيبه تريد كلها تصير شيخان ركبوها محدده المهره العفيه. الله الله يا هت تنشد على الاخات شاخات الوقت من فول له بالقلب. اي اخو ينزل القهوجيه على الشيخان شاخات وسرح راعي قبل مندوه بي. الله اكبر. سلامتك مولاي. الله الحديث يطول. الله الله عليك مولاي، الله يعزك، الله يسلمك، الله يحفظك. ايش سوان؟ الله يديمك. يسوي الله يعزك. على قولة يوسف سيف المعلق القطري يقول أصفق وأعلق. الله يعزك والله أصفق وأعلق. الله يعزك هدور وحلك. الله يحفظك. من هو القمة في العبودية؟ القمة؟ القمة القمة تتسع للجميع والإبداع لا يقف على أحد. القمة واحدة ولا يجتمع عليها الجميع؟ لا، القمة تتسع للجميع، لأن من السهل الوصول إلى القمة لكن من الصعب الحفاظ عليها. أنا أريد واحد واصل للقمة. واحد؟ أي شعر الشعبي؟ إذا ردت عيد وقلت عريان السيد خلف مظفر النواب. أي فكاظم إسماعيل قاطع. الأبوذية أبو فرع. الأبوذية صراحة يعني أنت لا تقول لي، لا تحدد لي قمة. أنا أنت من تقول لي القمة واحد. القمة بالأبوذية، ليش تطلع على؟ أنا بالنسبة لي أقول الإبداع لا ينتمي الشخص واحد ولا ينتمي إلى الديرة واحدة، أينما وجد فهو إبداع. هسه جواب هذا سامعينه هواية بالبرامج، السئلة قال لك الإبداع، الإبداع على عيني أنت مبدع، ولكن بوجهة نظرك أكو فد نظرة، أكو فد شخص يعتبر قمة أو لا أنا ما مستوى شو تباوع له هيك. أنا ما أقول قمة، أنا أرد أبين فد قضية يعني. وهي المناطق الجنوبية. أي ها كتابة الأبوذية عندهم حرفة لطيف، هاي الحرفة اللي ينولد يلقى أهله يتكلمون بالأبوذية، يراسلون بالأبوذية، دواوينهم أبوذية، كتابتهم أبوذية، فتلقى عندهم حرفة بكتابة الأبوذية. كذلك الفرات الأوسط. نعم. ها بالدارمي عندهم حرفة، يعني أنا اليوم ممكن أن تسمع دارمي قوي من البصرة، من العمارة، من الناصرية، طبيعي جدا. طبيعي. ها لكن حرفة الديوانية الأغلبية يكتب بحرفة ويكتب أبيات حلوة. لطيف. ها كذلك المناطق الجنوبية ها وذي قارب التحديد مبدعين بلون الأبوذية. فما أقدر أقول لك شخص واحد أو أعيل لك اثنين أو ثلاثة، لا أنا أقول لك الإبداع بهاي المناطق بالنسبة للون الأبوذية عند الجميع موجود. تلقى لك روح اطلع للشارع صيح لك طفل قل له اقرا لي أبوذية، يقرا لك أبوذية أبوذية قوي وتصفق العين. منين ها من البصرة ومن الناصرية ومن العمارة الأقرب للون الأبوذية؟ ها أقرب منطقة شوفها الأبوذية باعتبار اليوم الناصرية لون لا يختلف الاثنان، أقرب منطقة للأبوذية. أقرب منطقة للأبوذية بالناصرية. بالناصرية صراحة الناصرية بالذات ما أقدر أحدد لك منطقة بيها، تدري ليش؟ يعني احنا نبتدي من مهد الأبوذية اللي هي سوق الشيوخ اللي هو حسين العبادي الله يرحمه. الله يرحمه. انطلاق الأبوذية من سوق الشيوخ امتدادا الى الشاطرة، امتدادا الى الغراف، امتدادا الى النصر، عبد الواحد اللي قبل شوية قرأت له من الأبيات، الى غيره، الى علوان، الى الشعراء اللي موجودين، الى الرفاعي اليوم علي عويز الشويلي اليوم ما اقدر اعد لك شندو بعد لك الشاطرة، ابراهيم طلب، لفته، صادق، ميثم الخطاط، أيمن الزبيدي، جاسم ماهر جاسم، حسين الصالح، شعد لك شعد لك. فلا تقل لي تقل لي عدل أقصر لك. عدل أبياتك خلنا نسمع منها. بخدمتك. الله يحفظك. الله يعزك ويسلمك. الله يديمك. هو قال يقول إذا وصلت الثلاثين فاجعل ذاكرة من الورق. جزيت الثلاثين. أي والله جزيت. كبريت. لا كبر ماكو. والله انا وياك متفقين انه الكبر كبر الروح. حلو. روحك ايش قد هسه؟ روحي؟ اي 14 سنه. لطيف. اقول ونين الثكله قلبه هالسوانه يجد متشان مهتم. هالسوانه. وعلي لو هم ويمه هالسوانه بخير ونعمه الله تحيط بيه. الله. صفار تفور بالدلال واقدار عليك وثوب حزن فيت.
وقدار صفاري تفور بالدلال وقدار عليك وثوب حزن فيت وقدار يا لاهب بالك كان ايوب وقدار المرض ومصادع المجفين بي الله انحت شخصك بقلبي ما نحت بي غيرك واحنا رسمك ما ظل بيت عقبك ما نحت بي نش تطيح المال عظام بي الله بكثر ما بكت عيني ما له تبيع لخد وشوف ويهك ما له تبيع المثلك موش ميت ما له تبيع على الما تنقضوا ويقضيها الله لي الله الله وحق الفدى الكافل يد عنها شفاف الضحكه قوه يد عنها وحق الفدى الكافل يد عنها شفاف الضحكه قوه يد عنها ايش كثر سوله في الدنيا يد عنها فلا حاسب حساب الصار بي الله اكبر الله أكبر الله الله يا لاهي يا علي من الحال يا رب أي الوقت ترضى بصريم وشوج الله يا لاهي يا علي من الحال يا رب أي الوقت ترضى بصريم وشوج يا رب أنا أدعو النظر بس لك يا رب أي لحد ما عشعش البوم على دي أويلا سلامتك مولاي أويلا أين يرى نفسه كريم الحاتمي في الأهزوج أم في العبودية؟ أكو قضية وهي الشاعر مثل منجم الذهب لطيف فيراد له يراد له تنجيم عن مواهبه ها يبحث عنها أكتب لون الأبوذية إذا لقيت روحه أكتب الأبوذية بشي مرتب وشي حلو ومقبول شنو اللي يمنعني من أن أستمر بكتابته قضيت الرمانتين بيدك؟ لا مو بس الرمانتين الشجرة عندي حلو حلو هي ورمانها عافية الله يعزك منك ما اعطيها بركان اخوك اذا اردت تعالج الأبوذية شلون تعالجها ومن يعالجها؟ ماكو معالج للأبوذية بس اكو دكتور للمرضى اللي يكتبون الأبوذية غلط اللي هو رحيم الركاب والله يعني مو دكتور الأبوذية دكتور لا هو الأبوذية هو دكتورها ودكتور المرضى اللي يكتبونها غلط حتى يصحون يكتبونها صح الله ايه تحياتنا الشاعر رحيم الركابي الله تحياتنا عليك. للكبير رحيم الركابي رحيم الركابي كبير ودكتور الأبوذية اي دكتور الأبوذية ودكتور المرضى اللي يكتبون الأبوذية غلط لا شو تقول لهم اللي يكتبون غلط لا راجعوا رحيم الركابي هو يوصف لهم لا طيب طبعا الوقت يداهمنا ايضا اعزائي المشاهدين فقره انه لمن تحفظ وفقره انصف غيرك من الشباب انا امون عليكم جميعا امون عليكم وسامحوني لان اريد استثمر كريم الحاتمي واسمع منه بعد ابيات بخدمتك سيدي الله يحفظك الله يحفظك ويعزك ويسلمك بس اخر قراءه اريدها بطورك بالخدمة اي والله خادمك ما يكون خاطرك الا طيب يا لاهي يا لاهي يا لاهي العون ما تقدر يا لاه العون ما تقدر فتش عينيك المخايف من احجي فتش عين الميت سيد حميد الميت من سمع وني فتش عين الميت من سمع ون فتش عين وبكى وشق القبر وانحب علي الله الله انا اللي بالحزن عايش هيك شارب علي وكاس حنظل بعد بعد بلونها الجنوبي بعد انا بالحزين انا بالحزين عايش هيك شارب علي وكاس حنظل هيك شارب حسافه حسافه القاع حسافه القاع طمت هيك شارب حسافه القاع طمت هيك شارب غيور وعايش الما بي حميه اخ اخ
من الياخ من الياخ آخ مثلك يا الرحيت عني مني الياخ مثلك يا الرحيت عني عني من الياخ أنا أصبحت النور وقدولي أصبحت أصبحت النور وقدولي وقدولي من الياخ أنا ملازم ملازم معاتت صرت وي وقتي وي وقتي معاتت صرت وي وقت من الياخ وصحت هدن وخذ ثوب العلي تعيت تعت حد ما أحس نتقت وتنزع روح موتها تناشغ وتنزع غدت غدت بلالها بلالها تاكل غدت بلالها تاكل تاكل بلالها غدت بلالها تاكل تاكل وتنزع عثمت وانشب سعير الموت بيه تقلي تقل فراق ما زين لا والله لا توازن الدمع والحمل هين لا توازن أنا عيوني أنا عيوني تعرف هين لا توازن أنا عيوني تعرف هين لا توازن بعزيزي بوحن المضموم بيه أخاخ مشانك يرحت عني بلا حيل خويا طحت لي بشدة والشدة طحت لي بشدة والشدة بلا حيل يا ابن أمي كنت حيل وصرت هسه كنت حيلي كنت حيلي كنت حيلي وصرت هسه وصرت هسه بلا حيل بجلوس الرايد يسلم علي الضعن الضعن سيد حامد الضعن مجفو اقولا لجمتنا الو ساعة جفاهم لجمتنا الاخو الاخو المتون المتون اخي لجمتنا الاخو المتون الاخو المتون المتون اخي لجمتنا علي من يتجي المدفون اخي اخاخ يا 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 ابن امي الله الله اه جما 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 اي والله جما وحق 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 الظن ترى بالسهام بالسهام عبد الله الرضيع وحق الظن ترى بالسهم جماه عزاك مو شوف القلب انكسر ظهر بجفاك مكسر انكسر ظهر بجفاك كسر جامه كسر جامه يا العارف والطبيب احتار بيه سيد حامد ختاما اقرا لك بيتي انا وبذيه الله قراءه الله من الابيات اللي صراحه لاجماتني بيت العلي عويز الشويلي شو يقول ها وبيت السيد محمد الصافي تحياتنا للشعراء العويز علي عويز يقول له معتبر معتبر يا لاشك يا الحيل مردود شعيب صاير قبر والباء معتبر يا لأشت يا الحيل مردود شعيب صاير قبر والباء حسافة على الشوارب ذيك مردود وانا اشتم هو وظل حيل بي الله الله وسيد محمد يقول منايل بايشة معتبر يا لأشت يا الحيل مردود شعيب صاير قبر والباب مردود حرام وعلى الشوارب ذيك مردود الله هو وظل حيل بيه الله الله سيد محمد يقول منايل بايشة وقت سنة لها برقبت وعلت دارت
منايل باي شوكت سنه لها برقبته وعلت دارت نار حشاي من تطلع سنه لها حرقتني وما طلع دخان بي. لا قال بعد على ذوقك. على ذوقي اكثر بيت بي انا فسمعته بحياتي بيت ميتم الخطاط. شو يقول؟ يقول طبيب العلل روح ما لقى لها دوا وبالكون كل شيء. الله الدنيا عود بسك ما لقى لها تخسى وحكاية الذل موش لي. اي والله. وايمن الزبيدي يقول سديش سديش ليك الدمع شاليش بعدك والحزن بالروح على فراقك مضن حوليا شاليش من ذكرك كنمس مقطوع بي. الله اكبر. وماهر جاسم ماهر يقول وحق من حرك الدنيا وحق من حرك السبعه وغمها الدنيا لملمت همها غم بكثر ما تشف القصه وغمها نمسح منها شكو مكتوب لي. الله. هو شعراء هوايه صراحه يعني بس اللي استذكرهم بعد بيت السيد محمد الصافق رالك. سيد محمد يقول هان الزن وقتها رفعني هان الزن وقتها رفعني وافزع للي يحشم وعلي صرت بغيابك ها رفعني العناكب دورتني وبنت بي. الله سلامتك. الله الله الله. ابو فرح رساله منك. ايه ختاما رساله منك الى شعراء الابوذيه وجمهور الابوذيه والكاميرا لك. طبعا الابوذيه لون مهم جدا مهم كل التفاصيل كل تفاصيله لان هو من بدايته من مفردته ابوذيه يعني هو بحد ذاته يوصف اذيه الانسان الامور اللي يتاذى منها الانسان هو يوصفها فلون مهم جدا. نصيحتي الحفاظ على هذا اللون عدم الطعن بهذا اللون لان هذا اللون موروثنا كل دول العالم تفتخر بموروثها ها ومن واجبنا ان نفتخر بموروثنا ونفتخر بتاريخنا الشعري وبتاريخنا الادبي تاريخنا الحضاري. العراق اول حرف هو انكتب بالعراق ها فالعراق هو تاريخ حافل وزاخر بكل المعاني وبكل الامور وبكل الجوانب بالحياه. فنصيحتي انه الحفاظ على هذا اللون والحفاظ على كل الوان الشعر الشعبي اللي هي مهمه صراحه داخل العراق وهي ادبنا وهي لساننا وتوصيل رسالتنا للمجتمع ورسالتنا للعالم كله. سلامتك. احسنت يا ابو فرح. احسن الله اليك والله يحفظك سيدنا. الله يديمك ويعزك. الله يسلمك. صراحة سعيد بتواجد وياكم. شكرا لك. شكرا لقناة الطليعة. شكرا للكادر الموجودين صراحة تعبناهم ويانا لكن احنا ان شاء الله بشوفتهم ارتاحينا وهم كذلك بشوفتنا ارتاحوا. نحمد الله نحمد الله ونشكره انه الله رزقنا بشوفة الجميع وخلانا ان شاء الله تكون حلقتنا مميزة ها وتكون حلقة مريحة لجمهورنا ويستمتعون بها ان شاء الله. بركه محمد وعلي ابو فرح. الله يحفظك ويعزك ويسلمك مره اخرى ديمك سيدنا. الى هنا اعزائي المشاهدين الكرام وصلنا الى ختام حلقتنا هذا اليوم من برنامج فجر الابوذيه الى ضيفنا القادم. لذلك الحين انتظرونا في امان الله. Thank you.